مرحبا مرحبا لاباس الحمد لله تعرف عليك اسمي فهد نسكن في منوبه ود الليل ونكور ونقرا كور وتقرا زوج حاجات باهيين القرايه وفي نفس الوقت الموهبه القرايه في نفس الوقت الموهبه تو تكور فيه نحكي لي على الكوره كور في ود الليل كورت برشا معناها وشي معناها من معناها ظاهره ما فهمش فيها ما مش معناتها فما حاجه انك تعرف روحك باش توصل لها في الكوره بس كور كور في الاخر ما عندك سمعت ود الليل شنو وضعيتها والله وضعيتها تعبه برشا ماديا ماديا وكل شيء تعبه فيها الاحياء اللي تسكن فيها انت ويحكوا يسكنوا فيها بمئات والاف الشباب التوانسه تفتقر لابسط الحاجات انتم نتصور حتى باش تمشي تتفرهد ابار ستاد انت كولد ممكن تلقى ستاد البنات ما يلقوش فين هذاك اللي يخلي ممكن الاجيال تكبر في بلايص وتحس حتى نوعا ما بنوع من النقص قولك علاش ما عناش احنا اماكن نتاع ترفيه اماكن نتاع تثقيف كيما غيرنا نحن كيكا زادة تو مثال باش نجيو مغاديكا لهنا استناو الكار ساعة ساعة غير ربع ساعتين ما تجيش الكار شناهي الترونسبور زادة فما حاجات كيما كي قلت انت الترفيه معناها واحد باش يتفرهد ما يلقاش بلاصة يتفرهد فيها غاديكا يولي يهبط لهنا ما ينجمش يهبط لهنا يولي يدورها في سيد زطلة دخان أي حاجة معناها باش يحاول معناها يعوض هكاك يعوض الروح هي ما يجيش يعوض ولكن هو المشكل كيما يكونش عندك تأثير من العائلة سهل جدا انك تمشي للممنوع وتجرب ويمشي في بالك حاجه سهله. انا العائله نتاعي مأثرتني الحمد لله ما عنديش مع نفسيات كما قلت لك نكور والحمد لله ونقل على روحي اما زاد هاني قلت لك الانتوراج هذايا في لهنا معناها ما يطمنش. ما يهز للهاويه كي. كنت قلت محلاها كلمه الانتوراج انت زاد اكيد اصحاب القراب ليك هما اللي معاونينك انك تكون مستوي تكون تمشي تكون تشوف كان الحاجه الباهيه ما تمشيش للحاجه اللي تنجم تكون تمثل خطر عليك اهميه الاصحاب. أهمية الأصحاب ينعاونوك يبداو أصحاب باهين يفيدوك في حياتك يبداو أصحاب خايبين راهو باش يزيدوا يهبطوا كل لوط. كان الحمد لله أصحابي باهين ما عندهمش لا فساد يكوروا كيف يقراوا على رواحهم فما زاد ما يقراش. أما الحمد لله أصحابي نظاف مختارين الكعب. باش يقول لك أنا عندي برشا أصحاب، هل الأصحاب بالكثرة؟ لا الأصحاب مش بالكثرة. الأصحاب نجم يكون بالكثرة وما يفيدوك في حد شيء. هيك هيك أصحاب بالمواقف تعمل عليه يعمل عليك. أصحابك تستحق وتلقاه، أصحابك ما يعطيكش في ظهرك. صاحبك كيكه مش صاحبك بالكلمه راه صاحبي هذاك صاحبك ينصحك زاد صاحبك ينصحك زاد وكي يشوفك تعمل في حاجه غلطه يوعيك مش صاحبك اللي يجي نتكيف ما تجيش صاحبك اليوم في الوسط نتاعك نتاع الاحياء الشعبيه برشا شباب يجوا يحكوا معنا مشكل زطله الناس كل تجرب الدخان من عمر صغير في 9 و10 سنين مشكل المخدرات خاطر ما لقاش الحاجات المثال هو تنجم يكون هذاك يعمل يتكيف في الزطله ويعمل فيها من الكل وينجم يكون عنده موهبه من داخل الدوله ما لقاش فاش ما لقاش وقت كيفاش يخرجها ما لقاش البلاصه اللي يخرج فيها موهبه هذاك يدورها معناها شنو تحب توصل انت؟ هل طموحك في الكوره؟ والله في تونس لا في تونس لا طموحي نقرا على روحي نكمل قرايتي نخرج لبرا نقرا حتى في بلادي نورمال نقرا اما في بلاصه باهيه معناها نستحقها انا قريت عليها باش نستحقها مش نبقى بطال ولا قلت في تونس لا ولكن من عن طريق تونس وعن طريق المدرسه في تونس والقرايه باش تنجم توصل وتحقق احلامك لانك اذا كانش تسعى انك تقرا وتحسن من النيفو نتاعك وتواصل وتشرشي ديما باش تحسن النيفو نتاعك اكيد تلقى فرصتك سواء انك تحل مشروع خاص سواء انك تكون ما تاخذ بكالوريا بمعدل ممتاز وتوصل هذوما الحاجات اللي تنجم تكمل بهم احلامك وتنجم تجيب معدل باهي في البكالوريا وتسافر به لبرا وتقرا وتتبدل احلامك هذا كله كما قلت انت يرجع على الوالدين راه كاتروك من الاول على قرايتك وواحد يبداو لاهين بيك ما همش مسايبينك عادي انت حتى في نفسيتك من داخل تولي تحب تقرا يبدا زاد الوالدين مش ضاغطين عليك يبدا معناتها مش كل شيء بالسيف مش اعمل بالسيف زاد انت نفسيتك تبدا تقرا مرتاح تمشي باش تقرا مش تمشي باش تلعب تمشي باش توصل عندك معناها بيت معينه باش توصل له مش تمشي معناها باش تقرا وتروح هكاك ماشي جاي ماشي جاي ماشي جاي هكاك تخسر في روحك تخسر في والديك. معدلتك اليوم شنو هي؟ الحمد لله صافا مش طياره طياره ومش خايب. مش 10؟ لا لا اكثر شوي اكثر شوي تعاون في روحك بالايتيود؟ ايتيود برك حاجة تنقص معناها مش كل هي حاجه اللي ناقصها ماكش متعب امك؟ لا معناها دروسك تمشي لها وحدك تمشي تقرا وحدك ما تقعدش برشا في القهوه ولا تقعد؟ لا لا نقعد في القهوه اما مش برشا مش برشا ونقرا زاده في نفس الوقت نتفرهد ونقرا مع بعض. الكرة هل هي الموهبة الوحيدة اللي تخمم فيها ولا خاطر حاجة الوحيدة اللي لقيتها في الحومة الحي الشعبي نتاعك اللي تنجم تلعب؟ لا مش هكاك الكرة أنا مغروم بالكرة برشا حتى في الدار نخرج بالنهار كامل نتفرج ماتشات ورا بعضهم ما نقلقش للصباح عادي أنا نحب الكرة حبيت نوصل في الكرة
اما لهنا ما لقيتش حتى حاجه تعاوني باش نوصل للكور. متميز؟ كنت متميز. شو لا لا الخطه اللي كنت عامل؟ ديفونسور. واللياقه البدنيه بتاعك باهيه ساعه صغير؟ الحمد لله نجم وما زلت نجم، اما لهنا صعيب ياسر معناها. خيرت انك تركز على القرايه؟ خيرت اني نقرا، خاطر راك في تونس ما عندكش فلوس، ما عندكش كتاف، ما عندكش معارف، راك ماكش توصل حتى شيء، قرايه ولا في كوره معناها. صح. يا اما تكون موهبه في الكوره فلتة والا يا اما تكون موهبه وعندك الفلوس، يا اما تكون موهبه وما عندكش فلوس، مش خيروا الموهبه، مش خيروا اللي ماهوش موهبه وعنده الفلوس، علي موهبه وما عندوش فلوس. جربت مشيت تستيت في جمعيات؟ جربت بعد وادي اللي جربت في منوبه، جربت في استاد، كورت فيها. قبلوك في استاد؟ قبلت في استاد كورت. ليش ما كملتش؟ بعيده ترونسبور، هذيك هي المشكله فيها، ترونسبور لهنا. مشكل ترونسبور بعيد عليك؟ كله يرجع للترونسبور. كله يرجع للمعنى للدولة، ما هيش تعطي فيك في حاجة معناها ترونسبور، بلاش ترونسبور ما تنجمش تمشي على ساقيك من جهة والبارد ومن وادي اللي تضرب ساعتين باش توصل. ساعتين باش توصل. استريست ولا تكره الموهبة وتكره الكورة؟ حتى كي تشوف زاد الاستغلال غاديك راه بالحق استغلال بصفة غريبة، تكور 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 في الأخر يجي بجل عليك ولد خوه رئيس جمعية، ولد خوه عنده فلوس، ولد خوه عنده برشا فلوس. اللي تقول فيه شفته؟ شفته في برشا مرات في برشا جمعيات. أنا نقول لك كان جيت أقوى شوية أنت راك صبرت وراك عملت روحك ما في بالكش وراك تدربت اكثر وراك فرضت روحك، كنت تو في العمر هذيك ما زلت نجم تفرض روحك. سيرتو خطوه كان جيت اقوى ماديا نجم، انا الحمد انا عندي ثقه في روحي. كان جيت اقوى ماديا راني وصلت بها، انا الغرام هذاك راني وصلت بها، اما ما زلت مكبش معناها مش راني منكور شويه مكو، اما ما عادش كيما كنت قبل مهبول بها الكوره نقصتك اهو من الفازيات اللي صاروا لي كيفاش نشوف فيهم كهو. عندك صحابك وصلوا اليوم؟ والله فما شكون مشى يكور في فرنسا صاحبي تو في الغربة، هو ثامر صاحبي كور في فرنسا في جامعة ديفيزيون 2 حتى هو ديفيزيون 2 مشى من وين لهنا ما تقبلش في حتى جامعة مشى غاديكا كور في فرنسا تو يكور كونتاكت بيه صاحبي بالكدير تخمم تدخلت عليه ان شاء الله كل شنو كاتب لك في الدنيا هذه باش يصير لك ان شاء الله. اهم حاجة انك لازم ما تسلمش في حلمتك مهما كانت حلمتك، انك تحل بروجي صغير ولا انك تكون كوارجي ولا انك تكون فنان ولا تكمل قرايتك وتجيب معدل به، هذيك اهم حاجه انك تشد في حلمتك. اي حاجه راك تكبش فيها وتقول انا باش نوصل لها، حتى راك باش تتعب من الاول باش يصير لك برشا حاجات، اما لازمك توصل لها الحاجه هذيك، من بعد كي باش توصل لها باش تحس روحك انت عملت حاجه باهيه، حتى من داخل معناها تشوف في روحك انسان باهي، وصل عمل الفلوس خير من اللي بطال وهم يعطيني 2000 وهم يعطيني 3000 باش نمشي للقهوه، بعد تولي تفك بعد تولي تسرق. انت اليوم ما تعمل برشا على امك كي تقول لك ما عنديش ما تسكت ولا شنو تعمل؟ قل الحقيقه. لا لا ما مش قل الحقيقه، انا تو نخدم في الصيف هذا نخدم كل صيف نخدم نعاون في دارنا وناخذ انا زاده في فلوس باش ما نعملش على دارنا هكا هما في القرايه باش تصرف علي هي باش تشري لي كتبها واحد وانا في الصيف نعاود لها في الصيف نعاود لها نعطيها فلوس ونخرجهم هم يتفرهدوا هي دارنا و... ديما اللي يخدم في الصيف واللي يعاون روحه باش يصرف على روحه في القرايه ولا باش يدلل روحه، ديما هذاك بصفه عامه ديما عنده امال خاطر هو شخص باش يوصل خاطر ما يعملش على غيره. بالطبيعه زاده وهو زاده باش يتعب من الاول وعادي هذيك هي معناها يلزمك تجيب فلوس لهنا باش تجيبها زاده بالحليل باش تبدا باش تدوم لك الفلوس باش تعطي باش تعمل بها حاجه باهيه باش ربي يبارك لك فيها، مش معناتها تشد فلوس في يديك لازمني نعمل هذيك لازم تخممش في داركم تخممش في والديك هذاك تعبوا عليك كبروك صرفوا عليك وقراوك باش وصلوك انت للبلاصه هذيك ما تنساهمش معناها.